كانت في السابق قناة عربية واحدة فقط هي من اكتسحت الشاشة العربية بعرضها لبرامج مختصة في الطبخ، وكان اسمها فتافيت، إلا أنه بها برنامج كان يحظى بمتابعة كبيرة في الوسط العربي اسمه حورية المطبخ، كانت تقوم به الجزائرية حورية زانون، ولكن اختفت هذه القناة ولم تظهر بعدها حورية زانون، فأين اختفت وكيف أصبح شكلها اليوم؟ إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. تركت عملها كمحامية لتنتقل بعدها إلى طباخة ماهرة وخبيرة في تحضير وصنع كل أنواع الخبز الفرنسي والمعجنات المعروفة عالميا كالكرواسون. طارت والعديد من اختراعاتها الأخرى. أتمت حورية دراستها بجامعة وهران الثانية بكلية الحقوق، وأحبت هذا المجال كثيرا، ولكن بعد سنوات تركته واتجهت إلى الطبخ، وهو المجال الذي كانت تشعر فيه بالسعادة وحققت فيه حلمها. وأتمت دراساتها العليا في فن الطهي والمطبخ في كندا، مختارة الحلويات كمجالا لتخصصها الرفيع. وكان أول معلم في حياتها للطبخ هو أمها، التي حببتها في المطبخ بحكمتها وصبرها، وعلمتها أصول الطبخ والتدابير المنزلي عن طريق حكايات وقصص زمان. وكانت خبيرة في الطبخ الجزائري والفرنسي من والدها، تخصصت في أنواع كثيرة من الخبز الجزائري والخبز الفرنسي، وتوصلت إلى ابتكار أكلات وأطباق حلويات وخبز. ومن بين الوصفات التي توصلت إليها خبز العدس وكيكة الجبن باللبن الزبادي وأنواع الكيك مثل طارة الأرز والخضار. ولدى حورية زانون كتاب طبخ جمعت فيه وصفاتها التي نفذتها على قناة فتافيت باسم حورية المطبخ، وصدر عام 2010. نترككم مع صورها اليوم وكيف أصبح شكلها. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.